بعد ما شرحنا الـ Laboratory Methods الـ Moisture Measurement، في هذا الفيديو راح نشرح الـ Industrial Methods الـ Moisture Measurement. راح نبدأ بالـ Electrical Methods. هلأ الـ Electrical Methods بنقسمه لأكثر من قسم. أول method هي الـ Microwave. هلأ كلياتنا بنعرف شو هو الـ Microwave. مبدأ عمله هو شبيه بمبدأ عمل المايكروويف اللي موجود في البيوت. بيكون في عنا مصدر للمايكروويف. طبعا المايكروويف هما موجات الطول الموجي لهم صغير كثير بالمايكرو، والتردد لهم كثير عالي. فلو كان في عنا سامبل، تمام، وكان في عنا هون ريسيفر للمايكروويف، فهلا لو كان في عنا هون مي كثير، مويستشر عالي، ذرات المي راح تمتص المايكروويف، فبالتالي اللي بيوصلهم بيكون عدده قليل والانرجي تبعته قليلة. والعكس صحيح، لو كان السامبل ما فيه مي بيوصل تقريبا كامل. وهو نفس مبدأ عمل المايكروويف. المايكروويف اللي ببيوتنا بيعمل على انه يحرك ذرات المي اللي جوا الاكل، لما تتحرك بتردد كثير عالي بتسخن، فبالتالي بتسخن الاكل. بينما مثلا الصحن اللي فيه الاكل ما بيسخن لانه ما فيه رطوبة، ما فيه مي. هذه الميثود كويسة حتى نقيس المويستشر لقيم up to 45%. أكثر من هيك بيبطل الأكيوريتي عالية. لما تكون كمية المي كثير كبيرة بتمتص كل المايكرويف، ببطل أقدر أقيس. الأكيوريتي تبعتها ممتازة plus minus 0.3%. الكاباسيتيف ميثود هو مبدأ عمله، إذا بنحط إحنا 2 plates نفس الكاباسيتر، وبالنص شو بنحط؟ بنحط السامبل اللي بدنا نقيس المويتشر تبعها. هلا اذا زاد المويتشر كونتنت شو بصير بالبرميتيفيتي؟ البرميتيفيتي بتزيد، وكل ما قلت المويتشر كونتنت بتقل البرميتيفيتي، فبالتالي بتتغير السي. معناته السي اللي هي بتساوي الابسلون 0 في ابسلون ريلاتيف. الابسلون ريلاتيف هي اللي عم تتغير طبعا. الاريا ثابتة والديستانس بين التو بليتس ثابتة، فهي الابسلون ار اللي عم تتغير بتغير المويستشر كونتنت، وهذه بتعطينا اكيوريتي ممتازة كمان. هلا طبعا الديس ادفانتج هو انه لازم يكونوا البليتس انسوليتد. في حال انه كان المويستشر كونتنت للسامبل كثير كثير عالي ما بدنا يصير شورت سيركت، فيفضل البليتس يكونوا معزولين. الريزستيف ميثود شبيهة بالكاباسيتيف ميثود لكن تعتمد على الريزستنس، وبتستخدم كثير في التربة. بيكون في عنا السنسور بهذا الشكل الموجود هون، بنغرزه جوا التربة. نفترض انه نغرزه كاملا. هلا اذا كانت التربة رطبة فممكن نعتبر وكأنه صار في توصيل لهدول البروبس مع بعض، فالريزيستنس بتصير تقل، الايكوفالنت ريزيستنس بتصير تقل. هلا اذا كانت التربة جافة بصير كأنه هدول open circuit، بصير بعضهم open circuit بعضهم موصولين. إذا نشفت التربة أكثر بصير open circuit أكثر وأكثر. إذا كانت التربة ناشفة بيكونوا كلياتهم open circuit، فبتكون الريزيستنس infinity. طبعا هذه تستخدم كثير لري التربة حتى نعرف متى قيمة الريزيستنس المناسبة حتى نشغل رشاشات الري للمزروعات. الاندستريال ميثود الثاني هي النيوترون مودريشن. هذه بتشبه المايكرويف لكن بدل ما نطلع مايكرويف بنطلع نيوترون. طبعا النيوترون هي عبارة عن جسيمات متعادلة ما إلها شحنة لكن بتحمل طاقة. فنفس العملية، إذا كان المويستشر كونتنت عالي راح تمتص الإنرجي تبعت النيوترون، فالريسيفر ما بيستقبل إنرجي عالية، والعكس صحيح. هلا الأوبتيكال ميثودز بتعتمد على إيش؟ على الضوء. الريفراكتيف إندكس لأي ماتيريال بيعتمد على سرعة الضوء في هذه الماتيريال. طبعا احنا عارفين سرعة الضوء بتختلف من الهواء للمي للزيت، فبالتالي انا اذا كنت عارف سرعة الضوء في ميكستشر معين فيه نسبة رطوبة معينة، بس طبعا بكون بحاجة لكاليبريشن ولا تيبلز اني ارجع لها، فمن خلال سرعة الضوء بقدر اني اعرف المويستشر كونتنت الموجود جوا سائل معين. مثلا زي موجود في الصورة، مثلا في عندي سائل فيه نسبة مي أنا ما بعرفها، لكن إذا برجع للتيبلز بقدر أعرف سرعة الضوء كيف بتتغير إذا انخلط مثلا كحول مع 10% مي أو 20% مي أو 30% مي. التراسونيك شبيهة بالأوبتيكال لكن هي صوت، بتعتمد على أنه سرعة الصوت في الماتيريال بتتغير بتغير المويستشر كونتنت وكمية المي جوا هذا الماتيريال. برضو بدي أرجع للتيبلز
وأقل سرعة الصوت، وبالتالي أستنتج كمية المويتشر الموجودة في هذا السبستنس. الميكانيكال بروبرتيز، بعض الميكانيكال بروبرتيز مثلا زي الدنسيتي تتغير بتغير المويتشر كونتنت، برضو هذه بدي أكون عندي تيبلز وريفرنس اللي أرجع لها. هلأ بدنا نحكي عن الميجرمنت اوف الهوميديتي. هلأ طبعا احنا عرفنا ان الهوميديتي هي حالة خاصة من المويتشر، هي فقط متعلقة بالهواء، كمية الرطوبة الموجودة في الهواء. اول جهاز هو الالكتريكال هايغروميتر. هلأ الالكتريكال هايغروميتر بيستخدم الالكتريكال ميثودز اللي تعلمناهم قبل شوي، اللي هم الكاباسيتيف والريزيستيف، حتى انه يقيس رطوبة الجو. سواء كاباسيتيف او ريزيستيف بيستخدموا شيء اسمه هايغروسكوبيك ماتيريال. الهايغروسكوبيك ماتيريال هي الماتيريال اللي عندها افينيتي تو ووتر، اللي هي اللي بتحب الووتر كثير، فهي اذا حطيتها مباشره بتاخذ جزء من رطوبه الجو الموجوده. الالكتريكال هايغروميترز عندهم وايد رينج، طبعا بيقيسوا من 15% ريليتيف هيوميديتي ل 95% ريليتيف هيوميديتي. الانسرتينتي تبعتهم مش كثير عاليه، لكن بالنسبه للأبليكيشنز بالعادة بتكون هي مثلاً تكنترول الهوميديتي في غرفة أو في مستشفى، ف3% بتكون الإنسان ما بيشعر فيها، فبتكون أوكي ما في مشكلة. هلأ طبعاً في أنا مشكلة بالهايغروميترز إنهم they drift بسبب الكونتامينانس. هلأ أكيد إحنا عارفين إنه بصير عندنا كونتامينانس موجودة في الجو، بتأخذها الهايغروسكوبيك ماتيريال، الكوندنسيشن، التكاثف، هذا بيخلي هذه الماتيريالز بحاجة لفريكوينت ريكاليبريشن حتى ترجع تعطيني قراءات صحيحة. هلأ الكاباسيتيف هايغروميتر، الماتيريال اللي بالنص الهايغروسكوبيك ماتيريال هي بتكون ألومينيوم أوكسايد. هذه الماتيريال بتاخد الووتر الموجودة في الجو، فإذا زادت الهوميديتي الماتيريال تمتص هذه الهوميديتي، فبالتالي البرميتيفيتي تبعتها تتغير اللي هي الإبسلون ريلاتيف، وهذا بيأثر على الكاباسيتنس للكاباسيتر. لما تقرأ الداتا شيت ممكن يمر معاك تيرم اسمه بالك كاباسيتنس. البالك كاباسيتنس هي الكاباسيتنس تبعت الهايغروميتر لما يكون موجود في مكان ما فيه رطوبة بالمرة، 0% relative humidity. طبعا في طريقة للمانيفاكتشرينج اللي هو انه نجيب ميتال اوكسايد زي الالومينيوم اوكسايد ونحطه جوا سبستريت، على الاغلب ممكن يكون جلاس او سيراميك مشان العزل، فبيكون في زي جلاس تمام، وفي جواته هذه البوليمر أو الميتال أوكسايد، وبيكون على أطرافها في عنا التوثين فيلمز اللي هما أطراف الكاباسيتر. الريزيستيف هلأ الهايغروسكوبيك ماتيريال هي كالسيوم كلورايد، تتغير الريزيستنس تبعتها بتغير الهيوميديتي، فبيكون في عنا طرفين الريزيستنس وهذه هي الماتيريال. أوكي هلأ شو اللي فعليا بتغير؟ بتغير الرو، فالR بتساوي رو في L على A. طول نفسه هذا اللون الأزرق فاتح نفسه، الكروس سكشنال اريا ما بتغير، الإشي الوحيد بتغير هو الرو. طبعا هذه الريزيستنس حتى أقرأها أنا بحاجة أوديها على ويتستون بريدج، بس بالعادة ما بنوديها على دي سي بريدج، بنوديها على أي سي بريدج. ليش؟ هلأ إذا وديناها على دي سي بريدج بيكون البوزيتيف دائما بوزيتيف والنيجاتيف دائما نيجاتيف، فشو اللي بيصير؟ هلأ هذه الكالسيوم كلورايد لما تمتص الهوميديتي الموجودة في الجو تمتص معه الأملاح اللي موجودة في الجو. هلأ شو اللي بيصير؟ اللي بيصير بالأملاح هذه بتصير تتكسر الأيونات ويتجمع الأيونات السالبة على الطرف الموجب والأيونات الموجبة على الطرف السالب، وبمرور بعض الزمن بيخرب هذا الترانسديوسر، لأنه بتصير التراكمات ما تخلي الكالسيوم كلورايد سنسيتيف إناف للهوميديتي. فشو بيكون الحل؟ بيكون الحل إنه نحطه في أي سي سيركت. هلا الأي سي سيركت البوزيتيف والنيجاتيف بضلوا يتغيروا بتردد ممكن يكون مثلا 50 هرتز، يعني 50 مرة في الثانية. هلا 50 هرتز ما بتخلي الأيونات يترسبوا، ما بيلحقوا إنهم يترسبوا، فبالتالي بيضل السنسور شغال لفترة أطول بكثير وبيعطيني قراءة دقيقة دائما. هلا الفريكوانسي ممكن تكون 30 هرتز، ممكن توصل 10 كيلو هرتز. هلا طبعا الديسادفانتج للريزيستيف سنسور انه هو ليس سنسيتيف مقارنة بالكاباسيتيف سنسورز. السنسور الثاني اللي بنستخدمه لقياس الهوميديتي هو السايكروميتر. السايكروميتر بيستخدم تو ليكويد ان جلاس ثيرمومترز، يعني بيكون في عندنا تو ثيرمومترز جواتهم زئبق مثلا،
واحد منهم بنسميه الويت بلب، بيكون عليه ويت سوك زي قطعة قماش مبلولة بتكون ملفوفة على الويت بلب، والدراي بلب بيكون متروك للسراوندينج اير. بعدين مطلوب منا نحركهم نلفهم بحركة دورانية حوالي 5 متر بير سكند. هلأ شو اللي بيصير؟ اللي بيصير انه الإيفابوريشن من الويت بلب بيعتمد على الريلاتيف هيوميديتي. هلأ إذا كانت الريلاتيف هيوميديتي منخفضة بيكون التبخر عالي، والعكس صحيح. هلا لما يزيد التبخر شو اللي بيصير؟ بيصير الويت بلب أبرد من الدراي بلب. فأنا شو اللي بقيسه؟ بقيس التمبرتشر ديفرنس بين التو ثيرمومترز، وبرجع للتابلز اللي بتكون جاي معه حتى أقدر إني أعرف الريلاتيف هيوميديتي. طبعا it's not a very accurate method، لكنها method من المثود القديم اللي معتمدة يعني. فهذا هو زي هيك سايكروميتر، يكون في عنا تو ثيرمومترز، واحد منهم بلفه بقطعة مبلولة واحد بتركه عادي. هلأ شو اللي بيصير لما أدوره؟ زي ما احنا شايفين هون لما أدوره بيصير في تبخر من هون، هون ما بيصير في تبخر. هلأ شو اللي بيصير إذا كانت الهيوميديتي عالية؟ ما بيكون في تبخر كثير، بالضبط زي ما إنك تكون عايش في بلد الرطوبة تبعتها عالية، إذا بتنشر غسيلك برا ما بنشف أو ما بنشف بسرعة. والعكس تماما إذا كانت الهيوميديتي واطية، إذا كانت الهيوميديتي واطية بيكون التبخر كثير. لما يتبخر شو بصير بدرجة الحرارة؟ تقل لأنه هي ترانسفير. فشو بصير بالفرق بالتمبريتشر؟ بيكون عالي. فالفرق بالتمبريتشر بين الدراي والويت ثيرمومترز بيكون عالي لما الريلاتيف هيوميديتي تكون واطية، والديفرنس بيكون زيرو إذا كانت الريلاتيف هيوميديتي 100%. يعني إذا كنت أنت في جو ما في تبخر بالمرة، حرارة الويت بلب هي نفس حرارة الدراي بلب. آخر إشي هو الديو بوينت هايغرومتر. هو هايغرومتر يستخدم لقياس درجة الندى، فهو it's very very accurate method لقياس درجة الندى، ويستخدم للكاليبريشن للديفايسز الثانية للهايغرومترز الثانية. هذا الهايغرومتر بيستخدم cooled mirror surface that is highly polished، يعني في بيكون عندنا مراية عم نبردها وبتكون highly polished. نستخدم بيلتير كولر، فبالتالي احنا عن طريق الكهرباء عم نبردها. هلا الميرور بتضلها تبرد تدريجيا لحد ما يتشكل اول دروبلتس للووتر. لما نبردها لدرجه يبلش يتكاثف قطرات المي على الميرور بنكون وصلنا للديو بوينت. فدرجه حراره الميرور اللي تشكل عندها اول قطره مي هي درجه الندى اللي انا بدي اقيسها. هلا كيف ممكن نعمل ديتكشن للكوندنسيشن؟ يعني متى ممكن نعرف متى أول قطرة مية تكاثفت على الميرور؟ يا إما من خلال مايكروسكوب، يعني ماني ولي بضلني أتفرج من خلال مايكروسكوب، أو الأفضل من خلال an automatic way اللي هو إنه بودي light beam على الميرور وبقيس the strength of the reflected signal. ففعليا هذا اللي موجود هون. هلا في عنا الغاز عم يدخل ويطلع، وهذه هي الميرور اللي لونها اسود. هلا الميرور انا شابكها على بيلتير كولر، البيلتير كولر كل ما يبرد كل ما ببرد الميرور. هلا اذا ما كنا واصلين درجه الندى بيكون اللايت سورس كامل عم ينعكس على الديتكتر، فالانرجي لللايت بتكون كامله. هلا اول ما يبلشوا ذرات دروبلتس للندى يتشكلوا، الديتكتر ببلش يقيس اقل لانه اللايت سورس بصير يتشتت بسبب هدول القطرات. لما يصير يتشتت الديتكتر ما بيقيس كامل اللايت سورس انرجي، بيقيس جزء منها. في هذه اللحظه بعرف اني وصلت درجه الندى وبقرا التمبريتشر من البي ار تي اللي هو البلاتينوم ريزيستنس تمبريتشر.